ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم الدار، أقدمها لكم أنا دعاء الحمادي. وفي نشرتنا لليوم، رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات ويأمر سموه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى باكستان. بتوجيهات رئيس الدولة تسير جسر جوي إماراتي لإغاثة منكوبي السيول والفيضانات في السودان. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية باكستان وأسفرت عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الدكتور عارف علوي. أمر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى جمهورية باكستان الإسلامية التي تشهد عدة أقاليم فيها سيولا وفيضانات أسفرت عن قتلى ومصابين وعمليات نزوح من هذه المناطق. كما أمر صاحب سمو رئيس الدولة بتقديم جميع الخدمات الإغاثية الإنسانية إلى النازحين من المناطق التي شهدت السيول والفيضانات لتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تسير دولة الإمارات جسرا جويا إلى الخرطوم لنقل كميات كبيرة من المساعدات ومواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان. وتتضمن المساعدات حوالي 10,000 خيمة و28 ألفا من الطرود الغذائية والصحية و120 طنا من المواد الإيوائية المتنوعة، إلى جانب مواد إغاثية عاجلة بهدف المساهمة في دعم السكان المتضررين وعائلات الضحايا وتحسين ظروفهم المعيشية ومساندة الجهود السودانية والمؤسسات المعنية في احتواء الأزمة والتخفيف منها. وغادرت الدولة أولى طائرات الجسر الجوي حاملة 30 طنا من المواد الإيوائية المتنوعة، تعقبها ثلاث طائرات أخرى تباعا. بتوجيهات صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أرسلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية طائرة مساعدات عبارة عن 15 طنا من المواد الغذائية الأساسية و15 طنا من المواد والمستلزمات الطبية إلى السودان الشقيق لإغاثة المنكوبين من الفيضانات التي ضربت أجزاء كبيرة من البلاد بعد إعلان حالة الطوارئ في ست ولايات، وهي نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب دارفور وكسلة. وتأتي هذه المساعدات تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد على العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين والوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق. جهود أضاءت الدروب نحو مسيرة إلى الأفق البعيد، وإسهامات شقت الطريق إلى اليوم الموعود 28 من أغسطس، وقفة للتعبير عن الاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات.
رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تحية إجلال وتقدير وعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لعام 2022 تحت شعار واقع ملهم مستقبل مستدام، والذي يوافق 28 من أغسطس من كل عام. وقال معاليه إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات صاحبة المبادرات والبصمات الخالدة بالمنجزات في بناء نموذج إماراتي ملهم لتمكين المرأة، وهي صاحبة الدور الريادي في نهضة المرأة الإماراتية وتفوقها وجعلها شريكة للرجل في كافة الميادين ودعم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة في دولة الإمارات. هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، نساء دولة الإمارات العربية المتحدة وفتياتها بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 من أغسطس من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار واقع ملهم مستقبل مستدام. وقالت سموها في كلمة لها بهذه المناسبة إن هذه المناسبة التاريخية التي نحتفل بها اليوم تملأ قلوبنا بالفخر والاعتزاز بالنجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، فأنت نور وضياء النهضة المباركة للإمارات، سعادتك غايتنا ورخاؤك محور اهتمامنا، استمري في تسطير نجاح تلو الآخر في مختلف المجالات، نحن نؤمن بك وندعمك وسنظل بجانبك لتحلقي في آفاق التفوق والريادة. وأكدت سموها أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لا يمكن أن يمر من دون أن نستذكر بكل الإجلال والامتنان ما قدمه القائد المؤسس وباني نهضة الإمارات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يتمتع بقدرة نافذة وبصيرة ثاقبة على استشراف المستقبل وبقدرات أبناء الوطن ذكورا وإناثا على حد سواء بدورهم المحوري في التنمية الشاملة. لذلك حرص على إدراج دعم المرأة وتمكينها في شتى المجالات، واعتبره من الثوابت الوطنية منذ تأسيس الدولة، وسار قادة البلاد على خطاه في هذا النهج. قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إن يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار واقع ملهم مستقبل مستدام يأتي ونحن ننطلق برؤية طموحة تستشرف المستقبل وترسخ ثقافة التميز لمتابعة مسيرة الدولة في أن تكون في مقدمة دول العالم في التنافسية على مختلف الأصعدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تأكيدا على استمرار مسيرة التمكين والدعم والرعاية للمرأة الإماراتية التي تعد شريكا رئيسا في جميع إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة. قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي العهد في أبوظبي إن المرأة الإماراتية استطاعت أن تثبت قدرتها وتميزها في المشاركة الفعالة والمؤثرة في مسيرة التنمية التي شهدتها الدولة طيلة 50 عاما الماضية، كما أشاد سموه بأمهات الشهداء في يومهن وقال تتضاءل كل الإنجازات وتنحسر كل التضحيات عند الحديث عن إنجازات وتضحيات أمهات الشهداء اللواتي ربين أبناءهن على حب الوطن والتضحية من أجله، فجادوا بأرواحهم دفاعا عن قيمه ومصالحه. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. العام الدراسي 2022-2023 استعداد ميسر على الأهالي وحماس كبير من الطلبة.
التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. دائرة العنف وتواصل معنا. اتصل بمركز إيواء على 800-7283. ماما كيف أغلب الجراثيم؟ الباور بخاخ ديتول تختفي عن كل شيء. كل شيء ثواني عن أكثر من 100 سطح. 100 بخاخ ديتول المطهر يقضي على الجراثيم على أكثر من 100 سطح. التفكير في طريقة تفريش أسنانك. ساسودين نورش الجديد يدعم الأسنان ويقويها باستخدام مستخلصات طبيعية لإحساس عالي بالنظافة. استثمر في صحة أسنانك. أوه حر وعرق وجراثيم، لكن الأمهات عندهم الحل. ديتول حيوية ونشاط الجديد يعطيك انتعاش خارق مع إحساس فوري بالطاقة والحيوية، ويقضي على الجراثيم مع 10 مرات حماية أفضل ضد روائح الجسم. مو كل الحليب زي بعضه. نقدم لكم الصافي سوبر حليب الجديد، الوحيد مع 50% بروتين أكثر من الحليب الطازج 100%، منتج بتقنية الفلتر المتطورة ليمنحكم بروتين أكثر وقوة وحيوية أفضل. متوفر أيضاً الصافي سوبر لبن جديد، الصافي سوبر حليب وسوبر لبن 50% بروتين أكثر. الصافي دنان. ماما كيف أغلب الجراثيم؟ الباور بخاخ ديتول تختفي عن كل شيء. كل شيء ثواني عن أكثر من 100 سطح. 100 بخاخ ديتول المطهر يقضي على الجراثيم على أكثر من 100 سطح. لطالما شكلت التجارة رمزاً للتعاون الإنساني وتقدم المجتمعات، ويتوقف مستقبلها على صياغة رؤية عالمية شاملة. تقوم مجموعة موانئ أبوظبي بمقاربة التجارة من مختلف النواحي، وتقدم قيمة حقيقية لشركائها ومتعامليهم حول العالم. استكشفوا قصصنا الجديدة عن كيفية قيام فريقنا المبتكر بقيادة دفة التجارة. معاً نعيد تصور التجارة للأعوام الخمسين المقبلة وما بعدها. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. أهلا بكم من جديد. استعدت مدارس أبوظبي لاستقبال العام الدراسي 2022-2023 خير استعداد من منصة ألف، التي جهزت 14 ألف حاسب ومستلزماتها، ودعمت المعلمين والطلاب بالأنظمة المتطورة والمساقات الإلكترونية، بل وعبر التربويون وأولياء الأمور والطلبة عن استعدادهم التام لعام مليء بالطموح والنجاح.
مراحل بناء الأشجار تمر بسنة دراسية تلو الأخرى، وكل سنة تعد عمراً وعملاً وعلماً بكل تفاصيلها. وفي السنة الدراسية 2022-2023 دبت الحياة في الأجهزة الإلكترونية والحواسيب والأنظمة المتطورة لتعلن جاهزيتها من خلال منصة ألف للتعليم. استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد، حرصنا في ألف للتعليم خلال هذا الأسبوع ومع بداية دوام الهيئة التعليمية على تدريب أكثر من 10,000 معلم ومعلمة وعناصر من القيادات المدرسية. التربويون من يقودون دفة التعليم نحو التقدم والنماء شمروا عن سواعدهم لبذل كل جهد في نقل المعلومة بأنجح الطرق لطلبة العلم وطالبيه. جميع مدارس الدولة مستعدة لاستقبال طلبة الإمارات، جميع الإداريين والتربويين والمعلمين جاهزين لتقديم أفضل الممارسات التربوية، ومنها منصة ألف تعتبر من المنصات الرائدة في دولة الإمارات. أكاديمية ألف وفرت وذللت المصاعب لكل معلم وتربوي وقيادي وطالب لتجمع الجميع في مدرسة تقدم دروسا دون مشكلات، بل وسيكون مهندسوها حاضرين في كل مدرسة من مدارس أبوظبي. منصة ألف أضاءت دروب العلم بأنوار التكنولوجيا التي تربط الأجيال الحالية وتعدها متسلحة بقوى المستقبل، لننطلق بخطوات واثقة نحو إمارات الغد وبجهوزية تامة، ومنها نعد عدتنا لسنة دراسية ناجحة بإذن الله. والآن نقلب معكم آخر صفحات الاستعداد لهذا العام. وقت المدرسة فعلا هو كذلك، فالمحال التجارية والمكتبات غطتها مساحة كبيرة بأقلام متحفزة وكراسات صفحاتها تحن لتلك الكلمات الملونة بين عناوين وشروحات تنادي طلابنا، فهل من مجيب؟ والله أنا وايد متحمس لأن بدخل على مرحلة ثانية وهي مرحلة حاسمة، يعني هي مرحلة خلاص مصيرية. أنا جدا متحمس لبداية العام الجديد لأن الحمد لله نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، متوفر عندنا كل شيء. الزي المدرسي أخذ موقعا استراتيجيا هذه المرة بعد توحيده ليقدم نفسه بقوة من الصغير حتى الكبير، بل أظهر أناقته على واجهات العرض، فأولياء الأمور لم يجدوا عائقا في تجهيز أبنائهم خير إعداد. كل الأماكن بأمانة متوفرة جدا، يعني ومتوفر حسب مقدرة الشخص، يعني في اللي هو عايز يدفع ويجيب جودة كويسة موجود، وبرضو اللي مش قادر موجود. أنا لاحظت إن الكوليكشن في كل الأذواق ومتوفر في كل الأماكن، وبسبب يعني أول ما بدأت المدارس تفتح التخفيضات كتير حلوة. بداية تعد بسنة دراسية مليئة بكثير من الهمة والنشاط والحماس، فالجميع يريد نهضة وطن، عقول، جيل يبني إمارات توازي طموحات القيادة الرشيدة في التعليم وفي كافة المجالات. مشاهدينا، علوم الدار في كل دار متواصلة، وفيها بعد الفاصل في علوم العالم. مسؤول روسي يؤكد استمرار العملية العسكرية حتى لو تخلت أوكرانيا عن تطلعاتها للناتو، وزيلينسكي يحذر من كارثة نووية محتملة في زابوريجيا. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. عجزوا عن تحريك أحلامهم، فقدوا سندهم، مات من يعيلهم. عجزوا عن تطبيب جراحهم، أعجزتهم لقمة العيش وباتوا بلا طعام. طورنا تطبيق الهلال الأحمر الإماراتي حتى تصل مساعداتكم إليهم بسهولة. أعن مريضاً أنهكته الأسقام بفرص علاجية تعيد له عافيته.
أعد البسمة إليهم وساهم في تحريك عالمهم وكن نافذة الأمل. ساعد طفلا يتيما ليحقق أهدافه ويلامس أحلامه. كن عونا لهم بمساعدتهم في إسكات جوعهم. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. وش سر الصحة والجسم السليم؟ صابون يدين، صابون يدين أفضل بعشر مرات. كلام زميلتكم صحيح. صابون ديتول السائل لغسل اليدين بتقنية الحماية من الجراثيم يمنح عائلتك عشر مرات حماية أفضل من الجراثيم. مو كل الحليب زي بعضه. نقدم لكم الصافي سوبر حليب الجديد الوحيد مع 50% بروتين أكثر من الحليب الطازج 100%، منتج بتقنية الفلتر المتطورة ليمنحكم بروتين أكثر وقوة وحيوية أفضل. متوفر أيضا الصافي سوبر لبن جديد، الصافي سوبر حليب وسوبر لبن 50% بروتين أكثر. الصافي دنان. ديتول بتختفي عن كل شيء. ثمانية على أكثر من 100 سطح. 100 بخاخ ديتول المطهر يقضي على الجراثيم على أكثر من 100 سطح. أعد التفكير في طريقة تفريش أسنانك. ساسودين نورش الجديد يدعم الأسنان ويقويها باستخدام مستخلصات طبيعية لإحساس عالي بالنظافة. استثمر في صحة أسنانك. أوه حر وعرق وجراثيم، لكن الأمهات عندهم الحل. ديتول حيوية ونشاط الجديد يعطيك انتعاش خارق مع إحساس فوري بالطاقة والحيوية، ويقضي على الجراثيم مع 10 مرات حماية أفضل ضد روائح الجسم. من العراق إلى دبي، مركز المال والأعمال. توسعنا لنقدم لكم الأفضل. IDB البنك العراقي الأول اللي يحصل على ترخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي. سوف يكون مصرف التنمية الدولي بوابة عبور دول مجلس التعاون الخليجي والعالم إلى العراق لتسهيل عمليات التمويل التجاري. احترافية عالية في إدارة الخدمات المصرفية، وهذه قيمة إضافية يتميز بها بنك التنمية الدولي في دبي. لتحقيق توأم اقتصادية بين البلدين. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. أهلا بكم من جديد، ومن علوم الدار إلى علوم العالم وأهم الأخبار العالمية. انتقد الرئيس العراقي برهم صالح ما وصفه بالتعثر السياسي الحالي في البلاد وتبعاته المتمثلة في عدم إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية، مؤكدا أن هذا الوضع غير مقبول. وأكد الرئيس العراقي برهم صالح أن البلاد تمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، داعيا إلى الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف. وقال صالح أن الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب أن لا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني.
إلى ليبيا، حيث اندلع قتال عنيف في العاصمة طرابلس في أثناء الليل واستمر حتى صباح اليوم، حيث تبادرت الفصائل المتناحرة إطلاق النار بكثافة ودوت أصوات عدة انفجارات عالية في أنحاء المدينة. وقال شهود أن الاشتباكات اندلعت في وسط مدينة طرابلس وسط أزمة سياسية أدت إلى حشد متزايد للجماعات المسلحة حول العاصمة في الأسابيع القليلة الماضية. ولم تصدر وزارتا الداخلية والصحة أي تعليق حتى الآن في شأن القتال الذي توقف في وقت متأخر من الصباح أو فيما يختص بوجود إصابات. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي من كارثة محتملة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة في جنوب أوكرانيا، وقال زيلنسكي أن الموقف لا يزال خطيرا للغاية وأن أي تكرار لانقطاع الكهرباء سوف يعيد محطة الطاقة مجددا إلى حافة الكارثة. كما جدد دعوته لقيام فريق من الخبراء الدوليين بفحص المحطة وكذلك للانسحاب القوات الروسية منها. على الجانب الآخر، قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميديفت أن موسكو لن توقف حملتها العسكرية في أوكرانيا حتى لو تخلت كييف رسميا عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقال ميديفت الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في مقابلة مع محطة تلفزيونية فرنسية أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وفقا لشروط معينة، مضيفا أن تخلي أوكرانيا عن مشاركتها في حلف شمال الأطلسي غير كاف من أجل إحلال السلام. علوم الدار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات ويأمر سموه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى باكستان. بتوجيهات رئيس الدولة تسير جسر جوي إماراتي لإغاثة منكوبي السيول والفيضانات في السودان. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وفي أمان الله.